ألا ترى أن ثورة الخميني هي كانت الشرارة التي انطلقت منها التأججات والصراع بين السنة والشيعة؟ أنا أعتقد والله أعلم أنه كان يمكن لثورة الإمام الخميني أن تمضي إلى غاياتها في سبيلها دون أن تحدث أي نوع من التوتر الطائفي أو ما شابه، لكن للأسف للأسف الذي حدث وهذا عكس ذلك. معروف عكس ذلك، لأن الإمام الخميني له تصريح مشهور يذكر فيه ويصرح في البدايات أنه عازم ومزمع على تغيير خارطة الخليج العربي. يعني نحن قبل فترة بسيطة جدا جدا سمعنا أكثر من تصريح من بعض القيادات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتحدثون بشيء يستفز العربي للأسف الشديد، سواء كان العربي مسؤولا أم مواطنا أم مواطنا عاديا. هذا امتداد أيضا لكلمة الخميني تلك التي جعلت العرب يتوجسون خيفة. لماذا؟ لماذا تغير؟ الآن طبعا للأسف الشديد هناك نوع من الإصرار على أننا مسؤولون عن الشيعة في أي مكان. لا يجوز هذا، لا يجوز. الشيعة الذين يعيشون في البحرين مثلا أو في الكويت أو في السعودية، هؤلاء شيعة عرب، وهؤلاء المفروض أنهم مواطنون في دولتهم وولاؤهم لأوطانهم، وليس أحد من خارج يمكن أن يكون مسؤولا عنهم. هم مسؤولون عن أنفسهم. هذه اللهجة وهذه الأفكار وهذه النوايا شيء يعني حقيقة. طبعا بعض الناس الآن قد أنا متأكد يعني وهذا يحرجني، قد يقول هذا الرجل تغير وتغير. لم أتغير في الحقيقة، جميل. بالعكس أنا عندي تصريحات حتى مشهورة. نعم. لو سألنا عن يعني ربما النقطة التي حصل فيها تغير في موقفي من هذه القضية لأكون واضحا، ربما هي النقطة التي علمت بها بتسريب وثيقة رسمية صحيحة، ونحن سمعنا هذا أكثر من مرة من الدكتور عبد الله النفيسي. نعم. يمكن أن تتفق مع الرجل في أشياء، هو مفكر سياسي مربوك. نعم. وأن تختلف معه في أشياء، لكن أقولها برضو إلي ضميري، الرجل يمتلك شجاعة كبيرة جدا. صحيح. جدا جدا. صحيح. ودائما يعبر عن قناعته. وباحث وباحث جاد في أحيان كثيرة. نعم. على فكرة. نعم. يزعج الأنظمة العربية. نعم. أحيان كثيرة مش قليلة. نعم. أحيان كثيرة يزعجها. نعم. فالرجل غير متهم يعني أنه متواطئ أو متحيز، بالعكس أو له أجندة، والرجل له خبرة عميقة جدا جدا وصداقة وثيقة بإيران من قبل حتى الثورة، ويقول هذا. هو نفسه حصل له تغير دراماتيكي بعد أن وقع على نسخ أو نسخة أصلية من هذه الوثيقة. الوثائق. للأسف هذه الوثيقة أحزنتني، صدمتني حقيقة، أحزنتني، لأنني أبدا لا أرغب أن يحترب المسلمون وأن يكون بأسهم بينهم شديدا. بس لكن لماذا إيران تجعل مستقبلها ويعني خطتها مبنية على زعزعة العالم العربي والتوسع وتقسيم العالم العربي والتوسع في نفوذها؟ نعم. في 50 سنة هذا شيء مقلق جدا جدا ومحزن، وأنا أقول على فكرة نعم. مؤذن بخسارة الجميع. صحيح. لن نخسر نحن وحدنا، الكل خاسر، الكل سيخسرون خاسر. أيضا. نعم. في نقطة نريد أن نأكد عليها دكتور، ذكرتها الآن، تقول أنه يجب أي شيعة أي بلد يكون انتماءهم للبلد أولا طبعاً، وليس للمذهب أو مرجعية في إيران. هذا الموضوع أريدك تأكد عليه دكتور. إيه طبعا، هو مؤكد بذاته أعتقد. نعم. عقلاء الشيعة يعلمون هذا كعقلاء السنة، لكن أيضا من باب الإنصاف لكي أحكي ضميري على ما أردد دائما، ينبغي نحن أيضا كدول وحكومات نعم. أن نطور تعاطيا مع المذاهب والفرق وكل المكونات الأخرى بطريقة دستورية، مش بطريقة رغائبية أو بطريقة هوائية أو بطريقة بصراحة بين قوسين تخضع لفتاوى المشايخ. صحيح. شيخ يفتي بكذا وشيء آخر يرد عليه، ليست هكذا يعني. هذه رسالة بصراحة. صحيح. أنا يعني أتوجه بها بكل تواضع لقادة دولنا حقيقة، إن شاء الله راجيا لنا ولهم ولكل هذه الشعوب، والله كل خير. هم يسمعون هذا وأمن. هم يسمعون هذا إن شاء الله ويأخذون بعين الاعتبار. هذا أمر لا يمكن أن يديره المشايخ. صحيح. بس انت يا دكتور بنفس المنطق، اجل لا يجب ان نقول لسنه ايران اجعلوا ولاءكم لايران قبل؟ إيه نعم طبعا. جميل. اكيد حتى ننظر بمنصات طبعا لابد ان يكون يعني. إيه ولاءهم. انا لا اعتقد ان السنه في ايران يعني لديهم انتماءات خارجيه او مثلا يحدثون قلاقل في ايران ابدا. هل سمعت بهذا؟ انا لا اتابع بشكل دقيق، لكن لم اسمع بهذا انهم يعني مزعجون مثلا او لديهم كذا. قد يشكون من انهم منقصوا بعض الحقوق. يعني في قضية مثلا مسجد جامع تجمع فيه الجمعة في طهران غير موجود للسنة، هذا صدمني. طيب يا دكتور، هناك من يطرح أن التشيع هو ذريعة لتوسيع المد الفارسي أو المد الصفوي، إلى أي مدى؟ أنا لا أحب، لا أريد الآن في هذا السياق أن أنطلق. نعم. يعني أو مثل هذا المنطلق أو من. نعم. مثل هذه الزاوية. صح. لأنه قد تعوز من أدلة كثيرة في هذا الموضوع. هذا ليس بالضرورة. شوف يعني لو كانت إيران سنية ما رأيك؟ يعني صدام حسين مثلا. نعم. حين غزا الكويت من وقف معه يعني؟
من ينبغي أن يقف معه؟ لا أحد. نعم. لا يجوز. وهو سني في نهاية المطاف يعني. إيش هالسنة هذه يغزو دولة سنية؟ فمن باب أولى طبعاً أن لا يسمح إيه لأي دولة أخرى سنية وغير سنية إيه أن تتمدد على حساب الآخرين أو أن تستقر على حساب قلقلة الآخرين، هذا لا يسمح به إطلاقاً. قول لذلك أنت من البداية أكدت أن الطائفية هي شكل من أشكال التعصب. نعم. وممقوتة. نعم. ولكن لا مانع بوجود طوائف. وهذه سنة الله. في نهاية المطاف لابد من وجود